السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة تاع هيا فلوغ. نتمنى تكونوا بخير ولا خير، والطويرة ديكم تما بخير ولا خير. اليوم ان شاء الله خوت فيديو جديد ديال تحليل الفراخ. فرا الفراخ ديالنا اليوم كملو 7 ايام، فرا نحجلو ان شاء الله. بالنسبة لفوقاش كتحجلو الفراخ ديالكم، فرا كتحجلوهم في النهار 7 أو 8، من الأحسن النهار 7 باش ما تبغوش الصعوبة، باش فاش كتجيو تركبو لهم الخاتومة. بالنسبة للخاتومة اللي كنستعمل الخاتومة 4.2، دابا اللي عندي هنايا عندي ديال 2021، هادي 4.2. دابا ان شاء الله الخوت نجيب واحد الريشة باش نعاون بها. خليكم فاللي تحتاجو الخوت، تحتاجو الخاتومات و واحد الريشة ديال البيروش. فرا هنا نعمل شوية ديال النجارة باش نحط الفراخ فيها. ثم كما كتشوفو دابا الفرخ ديالنا هادو راه كاملين كنخرجو في نهار واحد. دا الفرخ الثاني، وهذا الفرخ الثالث. تما عندي واحد الفرخ باقي صغير، باقي ماشي قد اليوم ديال الخاتوم. دابا نمشي نربي العش للأنثى ونجي نركبو لهاد الخاتوم ان شاء الله. انا عامل خاتم في واحد السلك، دابا نفتحو ان شاء الله. فرا جبت لي ديال الخاتومات، ها هما. فرا دابا غادي نحط الطاسة ديالنا على حسب كل واحد فين كيدير الخاتومه. فانا راه غادي نديرها في اليد اليمنى ديال الطائر، هاد اليد هادي. فراه كتقلب الطائر على هاد الجهه هادي وكتشبروا اليد اليمنى وكتشبروا ديك تسد رجلين الوالا، وحدين كتشبروا بهيك. فاسمع الخوت، غادا ركبنا هاد الخاتومة هاهي. دابا نركب هاد الطائر تاني ان شاء الله. زوجة من الرجل
خاصه ما عرف الفرق ديالنا ركبنا له الفرق الثاني ركبنا له الخاتمه دابا ركبوها الفرق الثالث انا الخوت فضلت ندير على في الرجل اليمنى جون ديك الصحابية عندك حماقة هاتو مرفوض كيما الطائر التالي هو هذا هذا هو الطائر التالي فهذا كان الخطوة الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك بيش فيكم